السلام عليكم، مساء الخير. بكرة إن شاء الله رح ننزل أول درس لتعليم آلة الفلوت. رح ناخد سلم دو كامل وأول تمرين، طبعا طريقة النفخ وطريقة حمل الآلة والتحكم فيها. رح يتبعوا فورا درس تعليم آلة الأورج والهارمونيكا. طبعا هو الجيتار رح يكون أصعب شوي، ولذلك بتمنى أنه أشوف عدد الناس اللي حابين يتعلموا الجيتار، لأنه بالبداية الجيتار آلي شوي معقدة، لازم يكون فيها حضور شخصي يعني، ودقيقة واحدة ما بتكفي نهائيا للتعليم. دروس رح تنزل بكرة لأنه بدها شوية مونتاج، ويعطيكم العافية. مع السلامة.